الليلة ننتظر من يكون نجم هذه الأمسية. سالم الدوسري أمام جروين، ركلة جزائية هلالية بعد ربع ساعة لعب. التورنيدو أمام الحارس المتألق البرازيلي الطائر جروين. سالم وجروين، سالم 1-0 للزعيم. نعم نعم، التورنيدو يسجل هدف أول، الهلال يتقدم من علامة الجزاء. من غير سالم، من غير سالم، تورنيدو يحلق في سماء الدوري، يبهرك بأدائه الكبير بمستواه الرائع ثم حسمه في مباريات كبيرة. سالم الدوسري يحيي الهلاليين بعد أن سجل أول أهداف الكلاسيكو هنا في ملعب الملز. من علامة الجزاء في لقطة حمدان الشمراني، وبعد ذلك سالم حولها على يميني مارسيلو جروي ليسجل الهلال هدف أول في هذا الكلاسيكو، وسط متابعة من أنصار الهلال وفرحة كبيرة من رامون دياز ومساعديه في اللقطة الأخيرة. تورنيدو يظهر لك دائما قيمته في مباريات كبيرة. تعود الكرة على جهة اليمين، محاولة لمصاعة الاتحاد باتجاه رومارينيو داخل منطقة الجزاء. رومارينيو تمريرة وكرة، انت هو الباشا. الله يا رومارينيو، كمارا يعود بالاتحاد بعد مجموعه من الفرص يا عميد. التحرك روما 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 روما، تمريره كمارا ضربهم كواهم احرق مرماهم. الاتحاد يتعادل، الاتحاد ينهض، النمور تثور ولا تريد الخسارة، تريد مواصلة الانطلاقة، تريد تبقى في القمة، تريد معانقة المجد والفوز بالدوري بأي ثمن، بأي ثمن يا اتحاد. الله الله يا عميد، الاتي يعود، الاتي والباشا بضربة رائعة من جانبي كمان. لكن الشوق، العمل، الشغل، اللمسة، السحر، التمريرة، الجودة، سمها ما شئت، من هنا يبدأ كل شيء. تصل الكرة إلى سعود عبد الحميد سلمان الفرج، تغيير اتجاه اللاعب في أقصى جهة اليسرى باتجاه أيضا ياسر الشهراني. سالم الدوسري، مجموعة من التمريرات الهلالية باتجاه قالوا تسديدة، النصر النيجيري من غير قالوا 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 في الليالي الكبيرة، قالوا في المباريات الصعبة، قالوا ضربة رائعة من النصر النيجيري يحلق في سماء الملز، يلدغ، ينسع، يضرب، يسجل، يمتع، يبدع، يخطف هدف هلالي، يظهر، يبرهن، يظهر إمكانياته الكبيرة، يسدد بعد أن يستقبل ويضع الكرة في الشباك الاتحادية في البعيدة، حلوة من جانب قالوا 2-1. وأي ليلة، 2-1 وأي مباراة بين القدمين أمام حمدان في زاوية مستحيلة يا جروين. قالوا يعرف زوايا المرمى، يعرف تفاصيل المرمى، يسجل بروعة كبيرة حتى وإن نام في المباراة، يظهر لك بلقطة هداف الدوري ليظهر لك على إمكانياته. النصر مرة أخرى هدف من جانبي إيجالو، مخالب النصر في ليلة الكلاسيكو.